بفولتج سورس محطوط ناحيه النون انفرتنج انبوت، فاديتني اوت بوت فولتج مضروب في الجين، اوفست مضروب في النون انفرتنج جين 1 + 2 / 1. عالجناها ازاي؟ كان في علاجين، يا اما ان انا استخدم بوتنشيومتر شكل اسمه ايه، بس ده صعب لان قيمه الاوفست بتضايق. ليميتنج تريمنج، تريمنج ان انا ابتدي اقصقص في الفولتج عن طريق تغيير البوتنشيومتر، بس نظرا لان قيمه الفولتج بتتغير فكل شويه هتقعد تظبط مش معقول. فكان العلاج ان احنا نحط كباستور عند الانبوت. لما بنحط الكباستور يبقى الدايره بتاعتي بتتحول الى سميناها فولتج فولور، فلاقي الاوتبوت فولتج هو في اوفست بس. كويس، راضين بيه. فدول كانوا الدي سي. بعد كده نقلنا على الفاينايت اوبن لوب جين اند باند ويث اون سيركت بيرفورمانس. كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان انا الدايره بتاعتي ده هيت انا كنت معتبر ان الجين بتاعها هنا. هنبص على التاثير في الاوبن لوب من غير ما اعمل فيدباك، وبعد كده في الكلوز لوب. في الاوبن لوب بنقول احنا اضطرينا ان احنا نعمل حاجه اسمها كومبنسيشن، فبقى كومبنسيتد اوبريشنال امبليفاير. ليه؟ انا ذكرت السبب المره اللي فاتت، الفريكوانسي بتبقى عاليه عند الهاي، النويز بتبقى عاليه عند الهاي فريكوانسي. الحقيقه في سبب تاني كمان، هو ان الجين بتاعنا كومبلكس، الجين كومبلكس، وقيمه الفيز شيفت بتتغير مع الفريكوانسي. فممكن انا الاقي عند الفريكوانسيز العاليه الاقي الـ حصل ان الجين قلب الجين بقى نيجاتيف. الاي الماجنتيود بتاعها بقى نيجاتيف، وانا عامل نيجاتيف فيدباك، فناقص في ناقص يبقى زائد، الاقي ان الدايره بقت بوزيتيف فيدباك، فبالتالي تعمل لي اوسيليشن. واضح؟ طيب، فبالتالي اضطرينا نعمل الكومبنسيشن، يعني ان انا اقلل الفولتج جين عند الهاي فريكونسي، يبقى عندي سنجل تايم كونستانت لو باس كاركترستكس. اقدر امثلها بالصوره دي، حيث دي 3 دي بي بوينت سميناها اوميجا بي، اوميجا بي. وبعد كده قلنا انا دايما شغال عند الفريكونسيز الاعلى، باعتبار ان انا شغال عند الفريكونسيز الاعلى هقدر اهمل الواحد فتبقى الدنيا شكلها كده. طلع ده في البسط واخد الترم ده واسميه اوميجا تي، واقول هو الجين باندويث برودكت، واسميه كمان اليونيتي جين باندويث، لان دي الفريكوانسي اللي عندها الجين بيبقى بواحد. واضح؟ السؤال ايه تاني؟ الاوميجا هي توايس باي اف. اوميجا تي تساوي اي نوت اوميجا بي، فاف تي تساوي اي نوت اف بي. اوكي؟ لو افترضت ان الاوميجا على الاوميجا بي اكبر بكتير من واحد، الاوميجا هي اللي بتكبر، فاقدر ان انا اهمل الواحد. هتهمله ليه؟ عشان الدنيا تبقى سهله في الاناليسيس. هل الكلام ده فاليد عند الاوبن عند الدي سي؟ لا مش فاليد، عشان الاوميجا بزيرو. تمام؟ فما يبقاش فاليد عند الدي سي. لكن لو انا بكبر سيجنال، وعادة أنا بكبر AC signals. واضح؟
فبالتالي الاسامبشن ده فاليد عند الفريكوانسيز الاعلى من اوميجا بي. جيفن ان اوميجا بي بتبقى واطيه قوي 10 هرتز في حدود ال 10 هرتز. طيب فبنقول ايه؟ دي سميناها كذا اسم اوميجا تي وهنستعملها كتير. طب لما امسك الاوبريشنال امبليفاير واعمل فيه كلوز لوب الجين بتاعه هيبقى شكله ايه؟ انا كنت في حاجه زمان مسميها ايه وكانت كونستنت، دلوقتي الايه ما بقتش كونستنت، الايه بقت بالشكل ده. تمام؟ هو ده كده اكزاكت، لكن بعد الابروكسيميشن هتبقى بالشكل ده. هدخل دي في الايكويشنز بتاعتنا. ده الانفيرتنج مود. كان قبل كده حسبنا الجين لما الاي تبقى مش بانفينيتي وطلع بالشكل ده. فهعوض هنا بدل عن الاي دي هعوض عليها بالاكسبريشن اللي انا طلعته هناك. الاكسبريشن اللي انا طلعته هناك بدون تقريب كان شكله كده، واحنا قلنا انا هعتبر ده اكبر من ده من الواحد. نعم؟ ايه نوت بيسموها النومينال جين اللي هو الجين عند الدي سي. الجين اللي كان في الناحيه دي الخط ده. اوكي؟ نعم؟ لا الاي نوت مش هي الكي. يعني لو نرجع هنا دي هي الكي. تمام. ليه دي هي اليونيتي جين؟ مش كده؟ مش ده السؤال؟ سؤال بيقول هو ليه دي هي الفريكوانسي اللي عندها الجين بيبقى واحد؟ مش ده سؤالك؟ جبتها منين؟ ماشي، جبتها من هنا. لو قلنا ان الاوميجا على الاوميجا بي اكبر بكتير من الواحد هقدر اهمل الواحد، فهتبقى ايه نوت على اس على اوميجا بي، تقوم الاوميجا بي تطلع فوق. لا هو ده هو ده السؤال اللي بيسال عليه. جاوبت على سؤالك؟ ايه السؤال بقى؟ أنا سميتها كده. أنا سميتها كده. سميتها أوميجا تي. سميتها أوميجا تي. وبعدين بقول لك على فكرة أوميجا تي الفريكونسي اللي عندك جين بيبقى بواحد. فأنا كنت عايز أجاوب لك على السؤال ده وقلت ده مش سؤالي. أنت سؤالك هو ده دلوقتي؟ طيب أنت عايز تعرف ليه دي الجين عندها بواحد؟ طب خلاص فهمتها؟ طيب خير. الجين بيساوي كده والترم ده بيساوي جي اوميجا. الماجنتيود ما فيهوش جي، فالماجنتيود بيساوي دي على اوميجا. ايه هي قيمه اوميجا اللي عندها الجين يبقى بواحد؟ هي دي. لو ده قد اوميجا هيبقى الجين بواحد، فاسمها يونيتي جين فريكوانسي. تمام. طيب عملنا فيدباك وقلنا الجين اما
الترانسفير فانكشن لما الجين ما بيبقاش انفينيتي بيبقى عباره عن الاكسبريشن ده، وهنا مكتوب واحد على ايه؟ واحد على ايه دلوقتي بقى شكلها كده. هعوض عن الايه الجديده هي عباره عن ايه نوت على الاكسبريشن ده، وقلنا ان الترم ده لو كان اكبر بكتير من الواحد هقدر اعمل الواحد، فبالتالي اروح حاطط دي هنزلها تحت هنا واقول لك ان الاكسبريشن بتاعي يبقى بالشكل ده. ده هو ده ايه اللي عملناه؟ ده نزل تحت. وبعدين اللي مضروب في البسط يبقى في المقام مقسوم. فالترم الاكسبريشن هيطلع بالشكل ده. دي الصوره بتاعت ايه؟ الاوميجا بي نزلت تحت وبقى اسمها اوميجا تي. الترم ده مضروب في البسط. لو حاجه في المقام مقسومه تبقى في البسط مضروبه، لو حاجه في البسط مضروبه اقدر احطها في المقام مقسومه. فرحت واخد دي حطيتها مقسومه في المقام. الصوره دي صوره اللو باس كاركترستكس. فبالتالي دي الكي ودي كلها على بعضها هي 3 دي بي فريكونسي بتاعتي، حاله كلوز لوب. تمام؟ فادي الصوره بتاعتي وال 3 دي بي فريكونسي اهي. يبقى اذا اوميجا تي بتساوي ده. تمام؟ لاحظ حاجه، اوميجا تي دي كان اسمها ايه؟ جين باندويتس. جين باندويتس لا زالت في الكلوز لوب برضه هي الجين باندويتس، مع ملاحظه ان الجين ده بتاع مين؟ نون انفرتنج، وانا شغال انفرتنج. هي كده ماثماتكس بتقول كده. اوكي، فالجين هنا اي نعم هي جين باندويتس برودكت، بس الجين بتاع النون انفرتنج عاده ما بيفرقوش كتير عن بعض، لان انت بتبني امبليفاير يكبر، فار 2 على ار 1 عاده بتبقى كبيره، فالواحد مش فارق كتير، فالمنطق بتاعها لا زال موجود. فالاوميجا تي هي جين باندويتس برودكت. لو جيت اطبق الكلام ده على النون انفرتنج هلاقي ان انا ماشي على نفس الخطوات هي هي. هو ايه الفرق بين الانفرتنج والنون انفرتنج؟ النون انفرتنج دي كانت ماينس ار 2 على ار 1. هنا دي بتبقى واحده، فالبسط هيفضل زي ما هو، المقام هيفضل زي ما هو. واضح؟ نفس الاناليز هتمشي على نفس الخطوات، وبالتالي هتوصل للنتيجة اللي بتقول لك جين باندويت برودكت، وهنا بقى اكزاكت جين بالظبط الجين مش تقريبا. واضح؟ نعم. لا مش انا ما بسألش في النظر. أنا ما بسألش في النظري، بس أنا بالنسبة لي أنا ما بعرفش أحفظ. لو أنت مذاكر ومستنتج دي قبل كده بإيدك، لو نسيت هتلحق تستنتجها في الامتحان. واضح؟ الأوبن لوب. اوميجا 3 دي بي بعد ما بعمل فيدباك كلوز لوب. تمام، هنبص على حاجه ثانيه، لارج سيجنال. لارج سيجنال ايه؟ اوبريشن. الامبرفكشنز المرتبطه باللارج سيجنال، اول حاجه اوتبوت فولتج ساتوريشن اتكلمنا عليه قبل كده، ان بعد فولتج معين مش هقدر. ثاني حاجه هي الاوتبوت كرنت ساتوريشن ليميتس برضه. يعني ايه؟ يعني انا بنيت دايره زي دي، الجين بتاعي بكام؟ بكام؟ 10. 10 الجين ب 10. لو حطيت هنا 10 حطيت هنا 1 فولت يطلع لي كام فولت في الاوتبوت؟ 10 فولت. طب لو حطيت الريزيستنس دي 10 كيلو، التيار اللي ماشي في الاوتبوت قد ايه؟ 1 مللي. طب لو حطيت الريزيستنس 100 اوم، التيار اللي ماشي في الاوتبوت قد ايه؟
لا ده هيبقى 100 ملي امبير. طب لو حطيت الريزيستنس 1 اوم هتبقى 10 امبير. طب لو حطيتها 0.1، لو حطيتها 0، لو عملت شورت سيركت التيار بانفينيتي، هل ده منطقي؟ هل منطقي ان يطلع تيار بانفينيتي؟ الواقع بيقول ان في كل حاجه ليها حد اقصى، فبالتالي هناك حد اقصى للتيار اللي اقدر اخرجه من هنا. بعد كده مش هقدر. طب هيحصل ايه؟ هيحصل ان التيار ده هياخد الحد الاقصى بتاعه والاوتبوت فولتج يبتدي يقل، مش قادر يديك الفولتج اللي انت عايزه. واضح؟ يعني ده كان بوتنشيومتر وقعدت اقلل الريزيستنس، الفولتج هيبقى ثابت والكرنت عمال يزيد لغايه نقطه معينه جبت اخر الكرنت. طب لو قللت الريزيستنس زياده الفولتج هيقل. واضح؟ في سؤال؟ لا تمام. خارج من الامبليفاير او الاوب امب يعني، واصلا هو جوه فاضي او كده، هو اوبن سيركت يعني، الاي نوت دي خارجه ازاي؟ من هنا انت بتقول اوبن سيركت، لا ده شورت سيركت. الايكوفيلنت ار نوت من هنا كانت شورت سيركت، الاوبن سيركت كنا بنتكلم هنا. المفروض في ار نوت ما بنحطهاش لانها شورت سيركت. واضح؟ تمام. في حاجه مش واضحه هنتكلم على اخر نقطه عندنا هي طب الرقم ده كام؟ الحد الاقصى للتيار في الامبليفاير اوبريشنال امبليفاير دوت، ده نوع مشهور رخيص استخدم كتير، 20 ملي امبير حد اقصى. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها سلو ريت. سلو ريت هو اعلى معدل تغير للاوتبوت فولتج. الاوتبوت فولتج يقدر يطلع بسرعه ايه؟ واضح؟ فده تعريفه، تفاضل الاوتبوت فولتج مع التايم، اعلى حد ممكن اطلعه. لو عندي اوبريشنال، عندي دايره زي دي. اوكي؟ الجين بتاعها بكام؟ 1. لو حطيت انبوت، ايه علاقه الاوتبوت بالانبوت؟ هو فلو حطيت الانبوت بتاعي كده متوقع ان الاوتبوت ياخد نفس الشكل، لكن الحقيقه بسبب ده هو التفاضل هنا بكام؟ بانفينيتي. مش حاجه اسمها انفينيتي في الدنيا. واضح؟ ففي حد اقصى اللي اقدر اطلع عليه، هو ده الحد الاقصى. رقم 10 مليون فولت لكل ثانيه مثلا. واضح؟ في رقم ما، فبالتالي هتلاقي ان الكيرف في الحقيقه يطلع بالشكل ده، لان ده هو الحد الاقصى اللي اقدر اطلع عليه لغايه ما يوصل للليفل اللي هو عايزه، خلاص يستقر. لو كان انا بستخدم هنا كومبنسيتد اوبريشنال امبليفاير زي اللي شرحنا اتكلمنا عليه قبل كده، هلاقي ان الكاركترستكس الدايره بتاعتي هتبقى دي الكاركترستكس بتاعتها، دي واحد ده الاي، دي الكاركترستكس بتاعت الدايرة. اوكي؟ طيب دي اوتبوت بيساوي الكلام ده على درست لابلاس؟ ده بيديك ايه في التايم دومين؟ اكسبوننشال. فالمفروض المفروض ان الاوتبوت يطلع بالشكل ده. طب تفاضل الكلام ده بكام؟ ليه بتسأل عن التفاضل؟ عشان أتأكد من الشرط ده. تفاضل الكلام ده يطلع بكام؟ هيطلع في، ده هيختفي، التفاضل ده هينزل لي ماينس أوميجا تي، فيطلع في 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 أوميجا تي. التفاضل يطلع في في أوميجا تي. ده التفاضل. فهلاقي إن أنا ما أقدرش أطلع، لو كان في في اوميجا تي اكبر من الرقم بتاع الفلو ريت اللي عندي مش هقدر اطلع اكسبوننشال. يعني لو كان الاكسبوننشال عايز يطلع كده، عايز يطلع من هنا، هلاقي الاسلوب هنا كبير في البدايه. واضح؟ لو انا عايز اطلع كده اسلوب كبير، ما اقدرش اطلع غير على الاسلوب ده لغايه ما اوصل لنقطه الاسلوب عندها اقل من الفلو ريت،
ساعتها اكمل على الاكسبوننشال. واضح؟ هو اللي شرحناه في اول ال... جوه الدايره ولا جوه الامبليفاير؟ جوه الامبليفاير. ده بيديني ده تفاضل، ده بيطلع بالقيمه دي. الاوبريشنال امبليفاير ده ما يقدرش يديني تفاضل اكبر من حاجه اسمها سلو ريت. فلو كان هذا الرقم اكبر من السلو ريت مش هيطلع لي اكسبوننشال. هلاقي ان انا طالع على خط مستقيم، السلوب بتاعه هو السلو ريت، لانه ما يقدرش يطلع اسرع من كده. لغايه ما اوصل لنقطه التفاضل بتاع الاكسبوننشال قد السلو ريت يروح مكمل عليه. واضح؟ الفرق بين الاثنين دول ان ده كان داخل، كان امبليفاير مش كومبنسيتد، فكنت متوقع انه يطلع ستيب، لكن تحت كومبنسيتد بيديني لو باس كاركترستكس، فبالتالي بيديني اكسبوننشال في الاول. طيب فول باور باندويث يعني ايه؟ ما هي اعلى فريكوانسي اقدر اشتغل عليها واطلع اعلى فولتج ممكن؟ ايه اللي هيقلقك؟ ان يحصل ان السلوب يزيد عن السلو ريت، هو ده اللي هيحكمني. هو اللي هيحكمني بايه هي اعلى فريكونسي لو كنت مطلع الاوتبوت فولتج ماكسيمم. واضح؟ فبنقول والله ده الاوتبوت فولتج، والجين في الفي اي يساوي الفي اوتبوت هو الجين في الفي ان. عوض الترم ده هسميه، دي المفروض تبقى كابيتال، دي مش سمول، دي هي دي. واضح؟ هبقى اصلحها بعدين. دي هي دي، حاصل ضرب ده في ده هسميه بيك بتاع الاوتبوت. تمام؟ مفهوم اللي عملناه؟ بنبص على الاوتبوت فولتج شكله ايه؟ دخل سينوسويدال، بص على الاوتبوت هيطلع بكام؟ ادي الاوتبوت فولتج. طيب انا بدور على ايه دلوقتي؟ خايف من السلو ريت، السلو ريت بعمل لازم افاضل، هفضل الكلام ده عشان ادور على السلو ريت بكام، افضله يطلع بالقيمه دي. اعلى نقطه، اعلى قيمه للكوساين بكام؟ واحد. يبقى الماكسيمم بتاع ده هيطلع هو ده. تمام؟ فبالتالي الماكسيمم بتاع السلو ريت بتاعي اللي هو ده ما ينفعش يزيد عن ده. واضح؟ طب انا عارف قيمه الفي اوتبوت قد ايه؟ انا هطلع الفي اوتبوت بالماكسيموم، اعلى اوتبوت ممكن اطلعه. يبقى بالتالي اقدر استنتج قيمه الاوميجا. هقول والله هفترض ان انا بشتغل على اعلى قيمه للتفاضل اللي هو سلو ريت، يبقى ده بيساوي ده، ودي هي الماكسيموم فولتج اللي اقدر اطلعه، فبالتالي دي اعلى فريكونسي اقدر اشتغل بيها. فبالتالي بتلاقي لو كان الاوتبوت هو، وده اللي بنسميه فول باور، ان عند اعلى فريكونسي، في الحاله دي بلاقي ان انا اقدر اطلع الفول باور باند ويدث عباره عن السلو ريت على في اوتبوت ماكسيم. في اسئله؟ واضح؟ خلصنا شابتر 2. طيب معايا لو سمحتوا، هنتكلم دلوقتي على الفيزيكال اوبريشن اوف دايودز. احنا بنمهد للدخول على الدايودز والترانزستورز. الدايود والترانزستورز تتبني من سيمي كوندكتورز. عارفين زمان الدايودز والترانزستورز كانت بتتبني ازاي؟
كانت بتتقني من حاجه اسمها فاكيوم تيوب، تبقى قد كده، ده ترانزستور. عشان كده الراديو زمان كان بيبقى حاجه في الافلام القديمه كده، تلاقي الراديو ما شاء الله واضح، النهارده الراديو بيتحط في الفريم بتاع النظاره. فالسيمي كوندكتورز دي عملت انقلاب. انتوا غالبا درستوا السيمي كوندكتورز في حته ثانوي، ما اعرفش اعدادي كليه ثانوي، فانا هعدي عليه بسرعه. في حاجه اسمها انترنزك سيمي كوندكتورز، انا ده سيليكون، سيليكون جوه الذره فيه اربعه بروتونز وبيدور حواليه اربعه الكترونز. باشمهندس طيب اللي يجي يطلع بس يعرفني عشان ما الاقيش الدنيا ناس راحه وناس جايه ومش فاهم. طيب نقول في السيليكون في النواه في اربع بروتونز وبيدور حواليه 8 الكترونز، هو بيستقر لما يبقى المستوى الاخير في 8 في انا بقول ايه البروتون، عدد البروتونز 4، عدد الالكترونز 4، وبيستقر اما يبقى عنده 8 في اي ذره، بتستقر اما يبقى فيه في المستوى الاخير 8. فاللي بيحصل ان هو بيشترك مع اربعه حواليه، يعني بنتكلم على ده، يشترك في الكترون ما بين هنا وهنا، فلاقي ان في اثنين الكترونز بيلفوا كده واثنين الكترونز بيلفوا كده واثنين واحد من هنا واحد من هنا. اوكي؟ فبالتالي ده يبقى بيلف حواليه 8 الكترون. كده يبقى مبسوط ومرتاح. مش عايز حاجة، لا عايز ياخد ولا عايز يدي الكترونز، واضح؟ لكن هناك حرارة، الحرارة دي طاقة انرجي الالكترون بيكتسبها فيبتدي يحاول يخرج من المدارات بتاعته. فبسبب درجة الحرارة بلاقي ان يحصل، الاقي فري الكترونز طلعت بره. كل الحرارة ما هتزيد، كل ما الطاقة اللي راحة للماتيريال أعلى يوم يخرج الكترونز على كل الكترون بيخرج بيترك مكانه حاجه بنسميها هول، حته عايزه تلقط الكترون عشان تتشبع. فمقابل كل الكترون عندي في هول، تمام؟ وعدد الالكترونز ان قد عدد الهولز، ده بيساوي ان اي، وبقدر احسب قيمه ان اي بايكويشنز. في درجه حراره 20 درجة مئوية اللي هي 293 كلفن، بلاقي ان عدد الاتومز بتاعت السيليكون 5 × 10^22 لكل كيوبيك سنتيمتر، تمام؟ بتلاقي عدد ان اي اللي هو عدد الفري الكترونز كام؟ 1.5 × 10^10. قارن ده بده، يعني من كل مليون مليون ذرة بتلاقي الكترون واحد. فبالتالي المادة دي ما هياش موصلة، واضح؟ بس مش 100% انسيليتور، ما في برضه كارنت موجود، في الكترونز موجوده بتتحرك، بيسموها سيمي كوندكتور. تلاقي مثلا النحاس بيديك 10^22، شوف ده كام؟ ده كام؟ فرق كبير، تمام؟ طيب بعد كده بنعمل دوبينج، يعني بجيب السيمي كوندكتور بتاعي واحط فيه شوائب. فلو حطينا شوائب من النوع دونر، حاجه زي الفوسفور، الفوسفور في النواة بتاعته 5 بروتونز وبيلف حواليه 5 ذرات، فما يبتدي يعمل كوفيلنت بوند مع اللي حواليه يلاقي ان عنده في الاوتبوت المسار الخارجي 9 الكترونز، هو عايز 8 بس، فيروح طارد الكترون، فلاقي عندي فري الكترون مقابل كل واحدة من الفوسفور. طب هل عندي هولز؟ مفيش، لانه كده متشبع، فبقى عندي فيه عدد من الالكترونز لا يقابلها هولز. التانيين دول قصاد كل الكترون هتلاقي هول، كل الكترون يخرج بره هلاقي قصاد هول. فنظرا لان اوكي، النوع التاني بنسميه اكسبتور، ده بيديني البي تايب، اللي فات بيديني الان تايب، ان من نيجاتيف من الكترون، الفري كاريرز اللي موجوده بره نيجاتيف الكترونز، لكن النوع ده الكاريرز اللي موجوده فيه هي هولز. لو حطيت هنا بورون، البورون في النواه فيه 3
بروتونز وبيلف حواليه 3 الكترونز، فبيعمل كوفالنت بوند مع كل واحده من الذرات اللي حواليه، هلاقي ان انا المستوى الاخير فيه 7 مش 8. واضح؟ فهو عايز يلقط الكترونز، فهيبتدي يدور على الفري الكترونز ويحاول يصطاد منه. فالاقي ان هو انا هلاقي 1 فري 1 هول مقابل كل ذره من ذرات البورون، تمام؟ كل ما عدد ذرات البورون يزيد الاقي ان عدد الفري الكترونز بيقل، صح؟ لانه يعني عمال بيلقط منه. فهو دائما عدد حاصل ضرب الان في البي بيبقى ثابت. لو حطيت بورون هكبر البي اللي هي عدد الهولز، مقابل كده بقلل عدد الالكترونز ان. لو حطيت فوسفور بزود عدد الان والاقي عدد البي بيقل. واضح؟ تمام. هنشوف بقى. فالمهم طيب، اما بنحط الـ impurities فسفور او بورون بلاقي ان عدد الفري كاريرز تقريبا هو متناسب مع concentration بتاع الامبيوريتيز، لان هم بيطلعوا عدد كبير من الفري كاريرز اكبر بكتير قوي من الفري كاريرز اللي جاي من غيرهم. اوكي؟ فبنقول ان الكونسنتريشن هو الكونسنتريشن بتاع البي هو نفس الكونسنتريشن بتاع ده. واضح؟ حاطط كم ذره لكل كيوبك سنتيمتر، يبقى عدد الهولز هو نفس العدد، ومنها اقدر احسب عدد ال ان. عشان اعمل حاجه اسمها سيمي كوندكتور وابني منها دايود وابني منها ترانزستور والعلم يتقدم. اوكي؟ هيبان فوائده ايه؟ دلوقتي لو انا جبت اعرف نوعين من انتقال الكاريرز، حاضر، انا عندي دلوقتي جوه الماتيريال بتاعي نوعين من الكاريرز، حاجه اسمها ان، حاجه اسمها بي. ان يعني نيجاتيف الكترونز، بي يعني هولز. اتفضل. هي بتأثر على الماتيريال انها بتزود عدد الكاريرز. لا، ما الدنيا عايشه يعني، بيتبني ترانزستورز وبيتبني دايودز، تفتح تلفزيون وبتمسك موبايل وبتاع. طيب، فبنقول عندنا هنا في هولز موجبه والكترونز سالبه. لو حطيت الكلام دوت في مجال مغناطيسي، لو عندي الكتريك فيلد، بطاريه عملت لي الكتريك فيلد، الفري كاريرز دي هتتحرك ازاي؟ الهولز هتمشي في اي اتجاه؟ الهولز بتمشي مع الالكتريك فيلد، الالكترونز بتمشي عكس الالكتريك فيلد، الكرنت ماشي في اي اتجاه؟ الكرنت هو اتجاه البوزيتيف، اما الكترون يمشي كده معناه الكرنت ماشي كده. فالاثنين مع بعض بيدوني كرنت، بيتجمعوا على بعض. بيدوني كرنت في اتجاه الفيلد. واضح؟ كرنت ده بنسميه دريفت كرنت. فلو انا في عندي ماتيريال حطيت عليه الكتريك فيلد، الاقي الفيلوسيتي بتاع كل كارير تختلف من ماده لماده. فلو انت عايز تعرف الفيلوسيتي بتاعه الهولز قد ايه، بتجيب الالكتريك فيلد بتضرب حاجه اسمها موبيليتي. مش دايرة كده. ها هتقعد تلف. وانت ما بتجيب بطارية في دايرة ما بتقفش، ترنش عادي. تمام. فبنقول الدريفت فيلوسيتي للبي هي الالكتريك فيلد في النيو بي، للان هي الالكتريك فيلد في النيو ان.
ونقف هنا نقول لاحظ ان الميو بي ميو بي بتبقى اقل من الميو ان. يعني ايه؟ اصل الميو حاصل الضرب ده بيمثل مش الفيلوسيتي دي بتعبر عن انرجي اكتسبتها الكارير ده اكتسبها، وكل الكترون ما يجري اسرع معناه انه في طاقه اكبر، صح؟ جات له منين الطاقه دي؟ من الالكتريك فيلد. لما تحط عليه الكتريك فيلد بتشحنه فيطلع يجري. الميو بتاع الالكترونز اكبر من الميو بتاعت الهولز. ليه؟ حد يعرف؟ لا لا، السبب نعم دي بتاعت الهولز والالكترونز زيها، معادله زيها مكتوب فيها فيلوسيتي بتاع الالكترونز هتبقى ميو ان في بي. في عندي حاجه اسمها ميو بي ميو بي وميو ان، بتعبر عن السرعه اللي هيجري بيها الالكترون لما بيتحط في يونت الكتريك فيلد، اوكي، او الكارير، السرعه اللي هيتحرك بيها الكارير. السبب ان الميو بتاعت الان اعلى ان عشان الكترون ينتقل كده بيطلع يجري كده، لكن عشان هول تنتقل من هنا لهنا الهول الحقيقه ما بتنتقلش، الهول دي فراغ. انما اللي بيحصل ايه؟ لو انت عندك هول هنا ففي الكترون بيطلع من هنا ياخد شويه انرجي يكتسب انرجي يطلع فوق ويروح جاري هنا ويروح نازل هنا، ساعتها اقول يبقى الهول انتقلت من هنا لهنا. فبالتالي هو مش بس بيمشي كده، ده في طاقه بيكتسبها عشان يطلع، وهو نازل بيفقد الطاقه دي على صوره الكتروماجنتيك ويف، فهو بيحتاج طاقه اعلى. فبالتالي في نفس الالكتريك فيلد الاقي الالكترونز تجري اكتر اسرع من الهولز. طيب التوتال كارنت دينسي اقدر احسبه عدد الكاريرز اللي بينتقل في الثانيه ما ضيفش شحنتها، عدد الكاريرز سرعتها في شحنتها، فاقدر احسب. في حاجه تانية اسمها الديفيوجن، يعني اللي فات كان هي الكاريرز بتتحرك ازاي تحت الكتريك فيلد. هنا بنقول هو تغيير التركيز بتاع الكاريرز بيأثر ازاي على حركتها، فبنقول ان انا لو في عندي عدد من الهولز موجود كده هنا كويس، منعته من الحركه وبعدين سبته يتحرك براحته، هيعمل ايه؟ هيروح جاري في الاتجاه ده، تمام؟ يروح جاري هنا، مفهوم اللي بقوله؟ لو جبت عدد من الكور ورحت حاططها هنا وحجزتها كده وبعدين شلت الحاجز، هتروح مندفعه بسبب اختلاف التركيز، خاصيه كان اسمها الانتشار الغشائي. فاتت عليكم؟ احنا بنقول الكاريرز بصفه عامه هولز والكترونز، الكلام بينطبق على الاثنين، تمام؟ فالكاريرز هلاقيها بتجري الى الاتجاه، انت لو جبت حنفيه وهنا في ميه كتير ورحت سايب فتح الحنفيه، ما بتطلع تجري من الحته اللي فيها الميه متجمعه الى الحته اللي ما فيهاش ميه، صح؟ فده اللي بيحصل هنا. فلو انا عمال اضخ في كاريرز الاقي ان الكاريرز عشان بتقعد تاخد الشكل ده، انت عمال تضخ في كارير، كاريرز تجري تجي لك كاريرز جديده تقعد تبقى واخد الشكل، واضح؟ تنتشر، مفهوم؟ الكاريرز تنتقل من المكان اللي فيه تركيز عالي الى المكان اللي فيه تركيز اقل، بس. واقدر احسب التيار بسبب الكاريرز دي قد ايه، و نعم نعم دي هي يسمى ديفيوزيفيتي ديفيوجن ديفيوزيفيتي، تمام؟ هي بتقول لك ايه؟ كلما كان السلوب دوت اكبر كلما انا هندفع اكتر في الاتجاه ده، بس الحقيقه ان الماتيريال بيبقى لها لزوجه،
فبالتالي انا ممكن اجري بسرعه معينه لكن في ماتيريال تانية اجري بسرعه مختلفه. فده الفاكتور اللي بيقول لي اختلاف الماده اللي انت بتجري فيه. فدي الديفيوزيفيتي بتاعت الفي وزيها الديفيوزيفيتي بتاعت الان. واضح؟ طيب لو انا عملت تركيز لالكترونز كده هنا كان تركيز عالي، فالالكترونز هتجري في الاتجاه ده، يبقى الكرنت ماشي ازاي؟ كده. طب لو جبت هولز فانتشرت كده يبقى الكرنت جاي ازاي؟ جاي كده، عكس المثال اللي فات كان الاثنين بيدوني اتجاهين متعارضين، ها؟ لكن كان الكرنت في اتجاه واحد. هنا الاثنين بيتحركوا في اتجاه واحد من الاعلى للاقل، لكن الكرنت تبقى عكس بعض. أيوة. نعم؟ بالظبط، صح. صح، تمام. في قانون اسمه اينشتاين ريليشن شيب بيقول لك الدي على النيو بتساوي رقم ثابت. الرقم ده اسمه ثيرمال فولتج. ثيرمال فولتج ده هيفوت معانا في الدايودز في الالكترود، هنستخدمه في الدايودز والترانزستورز، هنستخدمه كتير. بيبقى في درجه حراره الجو الرقم الديفولت اللي بنشتغل بيه 25 ملي فولت. لو كان الارتفاع هنا عالي قوي، ها، هيبقى الفرق بين الحته دي والارتفاع دوت عدد الكاريرز هنا وعدد الكاريرز هنا هيبقى كبير، فهلاقي الاندفاع اكبر. كل ما كان السلوب اكبر كل ما كان الكارير بيجي اسرع. كارير مع الديس تفاضل عدد الكاريرز مع المسافه. لو الكاريرز هنا كتير وهنا قليله الاسلوب هنا شكله ايه؟ سالب ولا موجب مع اكس؟ الاسلوب ده سالب ولا موجب؟ سالب. الكاريرز هتجري في انهي اتجاه؟ تجري كده. هتديني طيار في انهي اتجاه؟ كده. طيار هيبقى ماشي كده. كارير هنا هولز. فالطيار هيبقى ماشي كده. يبقى لما السلوب بيبقى نيجاتيف الكرنت والكرنت دنستي بيبقوا موجبين. فبالتالي بحط اشاره ناقص. هتبقى زائد. لو كان الكترون تبقى زائد. اما ايه تاني؟ لا ما اقدرش اقول افشنسي، دي قضيه ثانيه، لكن عدد الفري كاريرز هيزيد. فاتوقع كرنتس هتزيد. كرنتس اللي بتجري عندي عند نفس الفولتج هتزيد، بس عمليه معقده. عدد الكاريرز هيزيد. تدخل فاكتورز كتيره في الحسبه يعني. ما اقدرش اثبت. عادة واحنا بنشتغل بناخد 25 ملي فولت، هو دي الحاجة اللي هتحس انها بتتأثر بالحرارة. ليه قصها؟ لو الحرارة لو اختلفت ما بتأثرش كتير على قيمة الفي تي. في ايكويشن موجودة فاتت علينا بسرعة وعدتها بتقول لك تحسب ازاي الفي تي. بتتوقف على الكلفن، الكلفن 273 زائد درجة الحرارة. فلو درجة الحرارة زادت 20 30 40 درجة ما بتفرقش كتير. فاحنا للسهولة ونتذكر مرة أخرى إن احنا عمالين نعمل ابروكسيميشنز كتير قوي. واضح؟ طيب أدي الفي تي. توقف على درجة الحرارة كلفن. دلوقتي أنا عشان أبني دايد
ببنيه بالطريقه دي، بروح جايب في تايب ماتيريال لازق فيها ان تايب ماتيريال. اوكي، وده سميه الانود وده سميه الكاثود. هجيب الدايود ده هلاقي هيحصل اتي، انا عندي هنا في فري كاريرز الكترونز، والفري كاريرز هنا هولز، يعني هنا في زحمه من الكاريرز الالكترونز عماله تجري، عماله بتتنطط عايزه تجري. من غير ما اوصلهم ببعض الحركه هنا عشوائيه، بس لما اوصلهم ببعض اللي هيعدي هنا هيلاقي قصاده هولز، يروح نازل جوه الهولز. قبل ما ينزل جوه الهولز عدد الالكترونز اللي بتدور حوالين كل الماتيريال، عدد الالكترونز قد عدد شحنات الموجبه قد عدد الشحنات السالبه. ماده كانت متعادله، واضح؟ فما انتقل الالكترونز من هنا الى هنا الاقي ده يقلب سالب، ودي كانت متعادله. يعني انا لما بكتب نيجاتيف هنا مش معناه ان الماتيريال دي نيجاتيف، ده معناه الفري كارير هنا الكترونز، لكن الماده كهربائيا متعادله، عدد الالكترونز قد عدد الهولز. واضح؟ فالماده اللي كانت متعادله بعد ما تفقد النيجاتيف اللي فيها هتقلب موجب، ودي هتقلب سالب. واضح؟ لان عدد هي ليه خرج الكترونز؟ لان عدد الالكترونز اللي بيدور في المستوى الاخير 9، لكن جوه يعني هو عدد البروتونز في الماتيريال قد عدد الالكترونز. ما انا حتى انا عملت ايه؟ مش جبت فوسفور، الفوسفور جوه فيه 5 وبيدور حوالي 5 الكترون، فمفيش واحد اكتر من الثاني، فالماده متعادله. في الاول كله كده وكله كده، بس لما الزقهم في بعض يحصل مايجريشن، يوم الالكترونز تعدي الى الناحيه الثانيه. واضح؟ ده شيء طبيعي. انت لو جبت اي حاجتين مختلفتين، لبن مع ما اعرفش ميه، حطيتهم فتحتهم على بعض هيبتدوا ينتشروا، تمام؟ لكن اللي بيحصل هنا ايه بقى؟ المنطقه دي بتسمى الديبليشن ريجن. ديبليشن يعني جرداء ما فيهاش كاريرز. ليه؟ لان الكاريرز اللي هنا انتقلت وراحت للمنطقه دي، كان في هنا الكترونز فري كارير ما بقاش فيه فري كارير، وهنا كان في هولز اتسدت ما بقاش فيه هولز. واضح؟ فالمنطقه دي ما فيهاش كاريرز لكنها مشحونه. طيب هنا الماجوريتي بتاع كاريرز ان الكترون، بس في هولز ماينوريتي. واضح؟ وهنا الماجوريتي هولز، عدد الهولز كبير بس في عدد قليل من الالكترون. دايما حاصل ضرب الاثنين يصير رقم ثابت، مش واحد منهم بيبقى صفر. ففي عندي ماجوريتي وماينوريتي، هنا الماجوريتي بي، هنا الماجوريتي ان، هنا المينوريتي ان، هنا الماجوريتي بي. التوزيع الفولتج ده، توزيع التشارج دي تعمل لي بتعمل لي الكتريك مش فولتج ديفرنس بالشكل ده. ايه معنى الفولتج ديفرنس ده؟ هو الفولتج ديفرنس مع الالكتريك فيلد معناه ايه؟ يعني ايه الكتريك فيلد؟ يعني انا عندي في مجال بيزقني في اتجاه معين، مش كده؟ طب يعني ايه في فرق بوتنشال ما بين نقطتين؟ نقطه البوتنشال بتاعها اعلى من الثاني، يعني الانرجي اللي في الحته العاليه دي اكتر من الانرجي اللي في الحته الواطيه. انا لو جبت حاجة ورفعتها كده، أنا كده اديتها انرجي، لو سبتها الانرجي دي هتروح مرجعها تاني. واضح؟ طيب يبقى فرق الانرجي اللي هنا من الانرجي اللي هنا جا مني بيساوي ايه؟ بيساوي الكتلة في الارتفاع
في عجلة الجاذبية الوزن في الارتفاع force distance دي انرجي. طيب هنا نفس المنطق ده موجود. بص لو انا معايا شحنة موجبة اوكي وعايز احركها هنا، هل في مشكلة؟ لو انا معايا بوزيتيف تشارج وبنقلها هنا طالما ما فيش اختلاف جهد فالدنيا بالنسبة لك مش فارقة، مفيش حاجة هتعكسها. لغاية ما اوصل هنا الجهد ثابت، انا ما ببذلش مجهود عشان انقلها، واضح؟ بس لو وصلت للنقطة دي بلاقي ان انا عايز ادخلها جوه، كميه البوست النيجاتيف تشارج والبوستيف تشارج قد بعض، بس تو ما تدخل جوه تخيل ان انت واقف هنا هتلاقي النيجاتيف اللي في ظهرك، انت معاك شحنه موجبه، النيجاتيف اللي في ظهرك بيشدك واللي اصال ده بوستيف اكتر من النيجاتيف فهيزقك، اللي وراك بيشدك واللي قصادك بيبعدك، فانت عشان تكمل محتاج تبذل جهد. فبالتالي كل نقطه من النقاط دي الطاقه اللي فيها اعلى لان بذلت جهد اكتر عشان انقل شحنه اليه، واضح؟ ممكن لو انا عندي في شحنه موجبه بحركها جوه هنا من نقطه الجهد بتاعها خمسة او صفر سي لنقطه الجهد بتاعها صفر، هل انت معاك؟ يعني لو السطح ده املس وعايز انقل الازازه دي من هنا لهنا انا هبذل جهد؟ مش هبذل جهد. ليه؟ لان نفس المستوى، لكن لو عايز انقلها لنقطه اعلى ببذل جهد. واضح؟ لا، عشان هي تتحرك لوحدها، لكن لو انا عايز احركها وابتدي ازق فيها، عندك عربيه وقفت في مطلع بتزق العربيه تديها طاقه، لما بتطلع فوق بتبقى طاقتها اكتر، لو سبتها لوحدها هتروح راجعه، فهي انت تكسبها طاقه، ده اللي بنعمله هنا. ماشي يا دكتور، مش البولز هي كلها بوستيف، ازاي هتحركهم من غير كل البوستيف مع بعض يعملوا ريبلشن؟ انا بفترض ان انا رحت ماسك شحنه ابتديت احركها، بفترض افتراض هايبوثيتيكال، واضح؟ مسكت شحنه وابتديت ازقها هنا، هل هبذل طاقه؟ مش هبذل طاقه، مفهوم؟ ركزوا معايا، دي اخر مره هشرح، اخر مره هشرح، وانا بنقلها من هنا لهنا مفيش طاقه مبذوله. ليه؟ لان هنا مفيش فولتج ديفرنس ما بين النقاط دي، هم لوحدهم عمالين يلفوا ويدوروا الالكترونز، هيعمل ريبالشن يروح فين؟ واضح؟ هم عمالين كلهم يجروا ويلفوا حوالين بعضهم في الاخر نت زيرو، زي في احوال كتيره، احوال كتيره تلاقي ايه ناس عماله بتجري وتعمل بتاع بس النت ريزلت ولا حاجه، لانها مجهود غير منظم، زي الماجنتيك الماجنتيزم. ايه الفرق بين المادة المغناطيسية والمادة غير المغناطيسية؟ بالظبط، كل الذرات بتلف في اتجاه واحد، فالمجهود اللي طالع من كل ذرة بيتآزر مع المجهود اللي طالع من تاني. طب امال المواد التانية دي؟ لا، واحدة بتلف كده واحدة بتلف كده، فالنت زيرو. عشان الالكترونز اللي عدت راحت الناحيه الثانيه. ايه اللي خلاها تعمل كده؟ تركيز، ديفيوجن، اختلاف التركيز. لا. وانا بنقلها من هنا لهنا مفيش مجهود. تو ما هدخل هنا هلاقي ان انا بزق لورا. فبقى انا ببتدي انا ابذل طاقه بقى. ابذل طاقة لغاية ما اوصل هنا. هنا هل في شحنة موجبة او سالبة اكتر من الثانية؟ الاجابة لا. الشحنات الموجبة هنا قد الشحنات السالبة. امال ايه الشرط اللي انت حاططها دي؟ الفري كاريرز.
بس قصاد كل شحنه سالبه في شحنه موجبه موجوده جوه النواه بتاعت الذره، واضح؟ فبالتالي وانا بنتقل من هنا لهنا، انت هنا بتزق العربيه في مطلع، بس بعد ما بتوصل فوق خلاص مش محتاج تتعب وانت بتزق العربيه، واضح؟ فده الوضع اللي عندنا. فبلاقي ان في بوتنشال الكتريك بوتنشال ديفرنس ما بين النقطتين، فولتج ديفرنس. الفولتج ده معبر عن المجهود اللي انا ببذله عشان اتحرك. هنا انا بذلت مجهود كبير، دي الطاقه يعني مش اوكي. لا هنا انا ما بذلتش مجهود، لكن في كل نقطه من النقاط دي عشان اروح لها كنت ببذل مجهود. هنا دي الطاقه المكتسبه في الحته، واضح؟ لكن عشان انتقل من هنا لهنا مفيش مجهود مبذول، وانتقل من هنا لهنا مفيش مجهود مبذول. طيب اذا اللي عمل لي الظاهره دي حاجه اسمها ديفيوجن، اختلاف تركيز كاريت، تمام؟ مش فاهم. انا مش حاطط حاجه من الاول. لا لا هو بيقول غير الفولتج اللي انا حاطه من الاول، ما زقتش حاجه وما حطيتش فولتج، انا حطيت الاثنين جنب بعض فحصل مايجريشن من غير طاقه خارجيه. ايه اللي هيعمله؟ طيب هجاوب على سؤالك، اتفضل. والشرح اللي جاي المفروض يجاوب على سؤالك. اللي حصل ده ايه السبب اللي كون ده؟ الديفيوجن، صح؟ اختلاف التركيز. طيب مش في هنا فري الكترونز وهنا فري هولز؟ اصلا الالكترونز دي عماله بتجري، كل الكترون عنده طاقه غير الالكترون الثاني، ففي بعض الالكترونز عندها من الطاقه اللي بيخليها تنط توصل هنا، وفي بعض الالكترونز اللي عندها طاقه تخليها توصل لها، وفي بعض الالكترونز عندها طاقه كبيره تقدر تعدي الليفل ده كله، فرق الجهد ده كله، واضح؟ عشان يبقى المثال اوضح لو بتكلم عن الموجب. في بعض الالكترونز عندها لوحدها من الطاقه بسبب درجه الحراره اللي هيخليها تقدر تعدي الحاجز ده كله. عارفين سباق الخيل ده حاجز، في بعض الهولز هتقدر تعبر الحاجز عدد قليل، وفي البعض الاخر عنده من الطاقه اللي يجيبه كده فهيروح مردود تاني، واضح؟ ونفس الكلام بالنسبه للالكترون، بعض الالكترونز عندها من الطاقه يوصلها في النص فترجع، لكن البعض عنده اوكي. فهناك تو كارنتس في نفس الوقت موجودين. ايه التو كارنتس دول؟ اول حاجه بسبب اختلاف التركيز، في بعض الالكترونز تيجي من هنا لهنا، هنا الماجوريتي ايه؟ الكترون. البارير ده بيعكسها، بيضرها، بيزقها، بيمنعها. في بعض الالكترونز بتنجح انها تعبر، بعض الهولز بتنجح انها تعبر، واضح؟ بس ما تنساش ان مع الماجوريتي اللي هو ده انا عندي ماينوريتي. الماينوريتي هنا ايه؟ بوزيتيف هولز. لو واحد من الهولز دي نجح ان هو يدخل جوه هنا، هلاقي اللي في ظهره ده بيزقه واللي قصاده بيجذبه، فهلاقي ان ايه؟ هلاقي ان البارير دوت بيعاكس الماجوريتي ويساعد الماينوريتي في الناحيتين. يعني هنا الالكترونز مبسوطه قوي، طب ما تنجح انها توصل هنا هتروح داخله الناحيه الثانيه، بس دي ماينوريتي. الماجوريتي بتتعاكس والماجوريتي بتتعاكس والماينوريتي بتتعاكس، فدايما ماشي طيارين عكس بعض. في تيار من الماينوريتي بيستفيد من الالكتريك ديفرنس ده، الالكتريك فيلد ديفرنس اللي هنا، بوتنشال ديفرنس اللي هنا، وفي الماجوريتي بتنضر من الديفرنس ده.
كل ما الكترون ينجح في ان هو يعبر كده او هول تنجح انها تعبر كده تروح موسعه لي الديفرنس. بس انا لو وسعت الديفرنس الاقي ان الكرنت اللي ماشي بالعكس يزيد ويروح مراجع مقلل لي الفرق تاني. فالدنيا بتتزن انما تو كرنتس يبقوا قد بعض. كرنت اللي بسبب الماجوريتي، كرنت اللي بسبب الماجوريتي ده بسبب الديفيوجن، والكرنت اللي بسبب المينوريتي، كرنت اللي بسبب المينوريتي اللي هو الالكتريك فيلد ده بيساعده، ده اسمه دريفت كرنت لانه بسبب الالكتريك فيلد اللي جوه. فالتو كرنتس قد بعض في حاله الاستقرار، ده اتنين بقوا قد بعض، وعندك هنا في فولتج ديفرنس ثابت. مش معناه ان الحركه واقفه جوه، معناه الدنيا عماله شغاله بس الجهد خلاص استقر. واضح؟ مفهوم؟ حالة الاستقرار تو كرنتس اول ما بجيبهم جنب بعض لا الديفيوجن بيغلب لغايه ما يبني جهد يوقف التيار بتاع يقلل التيار بتاع الديفيوجن ويكبر التيار بتاع الدريفت بحيث يبقوا قد بعض. هيحصل استقرار. ديفيوجن ودريفت ده ماجوريتي وده ماينوريتي. طيب فات ستيدي ستيت الاثنين قد بعض واقدر احسب الفولتج البارير الفرق الجهد ما بين الان والبي في قانون بيحسبه. اوكي القانون دخل فيه الكونسنتريشن بتاع الدونر والكونسنتريشن بتاع الاكسبتور فوسفور والبورون مثلا. واضح؟ فكل التركيز ده ما يزيد كل ما بلاقي الجهد ده بيزيد. الكلام ده بقوله ليه؟ عشان نحس الدنيا ماشيه ازاي. هل في الامتحان هسالك اعمل لي ديريفيشن ولا اقول لي الكرنت ماشي ازاي؟ لا، بس انا بفضل البني ادم يبقى فاهم اللي بيحصل. واضح؟ يعني مش ماشي كده على عمى وبيطبق قوانينه وخلاص، لا حاسس ايه اللي بيحصل. عشان لما نيجي نتكلم بعد كده على ترانزستور مثلا تقدر تفهم الترانزستور ليه بيشتغل بالطريقه دي. طيب الفولتج ده عادة ما بين 0.6 و 0.8 بناخد الديفولت بتاعنا 0.7. عارفين الدايد دروب اللي عليه؟ فات عليكم الكلام ده قبل كده؟ عادة بناخد الدروب على الدايد 0.7. طب لو ابتديت اجيب بطارية خارجية حطيتها هنا، لو انا خليت النقطة دي جهدها اعلى من النقطة دي، واضح؟ فاكرين التوزيع الجهد هنا كان شكله ايه؟ كان الجهد عامل كده. فلو انا اديت لي ده ابتديت اجيب مصدر خارجي رفع الجهد ده، ما انا حاطط الطرف ده موجب الطرف ده سالب، كاني برفع الجهد هنا وبقلل الجهد هنا، فالديفرنس ما بين الاثنين يبتدي يقل. يبقى هشجع مين؟ ماجوريتي ولا ماينوريتي؟ ماجوريتي. فلاقي تيار ماجوريتي ماشي. طب لو عكست الفولتج، لو عكست الفولتج حطيت النيجاتيف هنا حطيت البوزيتيف هنا، هلاقي ان انا بزود فرق الجهد بعجز الماجوريتي بس بساعد الماينوريتي. الماينوريتي عددهم قليل قوي، ده لو كلهم مشوا بيديك تيار مهمل عادة بقول لك قيمته حاجة زي 10 اس 13 لغاية 10 اس 16 ولا حاجة. فهنا بنقول لو انا حطيت نيجاتيف فولتج بيبقى اوبن سيركت، لكن لو عكست لا التيار هيمشي. فدي فكره الدايت، لو خليت الفولتج موجب البطاريه دي كده التيار هيمشي، بس عكستها التيار مش هيمشي. واضح الفكره؟ او في الحالتين في تيار ماشي بس مهمل لو انا عاكس البطاريه. لو حاطط نيجاتيف بايسنج على الدايت هيبقى تيار صغير قوي. لو انا عامل فورورد بايسنج يعني حاطط هنا موجب وهنا سالب، هتلاقي ان انا النت ديفرنس هيقل. انا الدنيا كانت عامله ازاي؟ كانت عامله كده، انا كده رحت ضغطها. واضح؟ هلا اكس شرح، دي اساليب شرح، لكن في النهايه انت حاطط بطاريه هنا موجب وهنا سالب.
فاللي هيحصل في حالة الفورورد، لو سمحت، ده الكلام زاد وهبتدي فاضل ربع ساعة، هبتدي يعني أحرك الناس من أماكنها شوية، بعد كده نطلعها. فمش عايز كلام، لو سمحت. بنتكلم بقى إيه؟ الترانزستور لو أنا عامل له فورورد بايسنج، يعني الجهد قللته، يعني شجعت الماجوريتي، ألاقي الماجوريتي ده البي ريجن، إيه الماجوريتي بتاعتها؟ هولز، وإيه المينوريتي بتاعتها؟ الكترونز. الهولز الكتير اللي هنا دي تروح جاريه مع عديه الجاب الديبليشن ريجون وتنتقل الناحيه الثانيه، واضح؟ بس لما تنتقل الناحيه الثانيه هتتحول الى ماينوريتي. فلاقي ان تركيز الماينوريتي، لو انا ما كنتش حاطط فولتج كان ده تاثير، ده تركيز الماينوريتي، عدد التركيز بتاع البي الهولز في الماتيريال اسمها ان، ماتيريال دي ان تايب معايا، الهولز فيها ماينوريتي. بس لما عملت فورورد بايسنج ابتدى الهولز تجري، تدخل تعدي، فعليت. تو ما دخلت جوه، تو ما دخلت جوه مفيش الكتريك فيلد بيزقها، لكنها هتتحرك بالديفيوجن، لان هي عند الحد ده تركيزها بقى عالي، وانا عمال اضخ فيه هولز ثانيه، فتبتدي تنتشر، تبتدي تتحرك في الاتجاه ده. وهي بتتحرك دي ماينورتي هولز، وهي بتتحرك الدنيا مليانه الكترونز، فتبتدي الالكترونز تسدها، فلاقي ان التركيز بتاعها عمال يقل. واضحه الفكره؟ حاولها تاني. نعم، حاولها تاني. ايوه، لا غير محسوس، هيقل كتير، هيقل بس غير محسوس. يعني لو كان الماينوريتي 10 والماجوريتي 10,000، ال 10 دول فقدوا 10 الكترونز عشان يسدوا ال 10 هولز، الهولز انتقلت من 10 لصفر، الالكترونز انتقلت من 10,000 الى 9,909، واضح؟ ما فرقتش. حاول، الهولز بتيجي هنا تعدي، تبتدي تجري جوه، وهي ماشيه تبتدي تموت. فبعد شويه بلاقي ان انا عدد الهولز هو العدد العادي، خلاص انتهى الاكسس اللي دخل، انتهى. واضح؟ لكن في النهايه هو اللي بيحصل ايه؟ انا بضخ الكترونز من بضخ هولز من هنا، تمام؟ فالدايره انت مكملها كده، فالدايره هتلاقي ان في كرنت بتاعك الهولز ماشيه، تروح راجع زائقها من هنا تاني، فبتعمل سبلاي لهولز جديد، ماجوريتي تبتدي يعدي هنا، يروح يموت في السكه. اوكي، في الكترونز فقدتها بعوضها بالكترونز ثانيه جايه من السورس بتاعي. الكترونز الثانيه جايه من السورس كان في هولز خرجت منها. يعني انا لما بدي هنا الكترونز ايكوفلنت لان انا خرج من عندي هولز. الكرنت هنا في هولز ماجوريتي. الهولز دي بتيجي هنا تعدي، يبقى تركيزها عالي قوي، فبسبب التركيز ديفيوجن يبتدي الهولز تتحرك، وهي بتتحرك الالكترونز بتموتها تسدها، فعددها بيرجع للعدد العادي مش العدد الزياده، يرجع للعدد النورمال. في نفس الوقت عدد الالكترونز اقل شويه، مش كتير بس اقل شويه، البطاريه بتاعتي بتروح معوضه لي الالكترونز اللي قل دي، تروح مداني الكترونز ثانيه، كان في هولز خرجت. والماجوريتي الكترونز اللي هنا بتعدي بنفس الصوره. اوكي؟ بتديني اكسس عن النورمال.
اكسس عن لو كانت اوبن لوب. وده برضو هو ماشي كده، جبت كام بليه رحت حادفها في ارض مليانه حفر، على بعد متر بتلاقي خلاص كلها وقعت في الحفر، كل الالكترونز الهولز اصطدت، فبتلاقي ان هي ترجع للتركيز العادي. المثال بتاعنا ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو كان تركيز الاكسبتور هولز هنا اكبر بكتير من تركيز الالكترونز اللي هنا، التركيز هنا ضعيف، التركيز هنا كبير، فانا عشان اسد الهولز اللي هنا التركيز هنا ضعيف، فباخد الكترونز من مساحه كبيره لان عشان اجيب نفس العدد اللي هنا، لان التركيز هنا ضعيف، فبلاقي الديبليشن ريجن هنا كبيره، الديبليشن ريجن هنا صغير. واضح اللي بقوله؟ لو كان عندك هنا عدد كثافه السكان، طيب هنقول مثال حدود، هنا في رجاله وهنا في ستات عايزين يتجوزوا، تركيز الرجاله هنا في كل كيلو في 100 راجل، تركيز الستات هنا في كل كيلو في 500 ست، فدول عايزين دول هياخدوا كام راجل؟ 500، دول 500 ست في المتر او في الكيلو، فالمنطقه دي هتروح صاحبه الرجاله اللي في خمس اضعاف المساحه دي، الحته دي خلاص كل الرجاله اللي فيها راحوا اللي مش متجوزين، كل الرجاله اللي فيها راحوا اتجوزوا، ما بقاش هنا اعزب ولا عزباء. واضح؟ المنطقه دي ما فيش حد عايز يتجوز خلاص، البلد دي ما فيهاش تعدد زوجات. اوكي؟ وضحت الفكره؟ فالحتة اللي فيها تركيز أعلى بتلاقي الديبليشن ريجن اللي فيها أصغر من الحتة اللي التركيز فيها أقل. عشان كده هلاقي إن أكسبتور يعني هولز هلاقي الديبليشن ريجن بتاعتها صغيرة لأن التركيز بتاعها أكبر من الدونر. واضح؟ نعم؟ تأثير ده على الكرنت إيه؟ مش الأكسبتور تركيزه أعلى؟ يبقى كمية الهولز اللي بتندفع أكبر من كمية الإلكترونز اللي بتندفع علي هنا، إلكترونز قليلة مقارنة مع الهولز اللي هنا سبب التركيز. إنما في النهاية التيار ماشي في أي اتجاه؟ هولز بتعبر كده، يبقى التيار ماشي إزاي؟ كده. إلكترونز بتعبر كده، التيار ماشي إزاي؟ كده برضه. عشان دي نيجاتيف. واضح؟ بس current voltage relationship ادي علاقة التيار بيه، الفولتج اللي انا بعمل له ابلكيشن من بره، ما استنتجناش قوانين انا شرحها في التسجيل مفصلة، لو انت عايز ترجع لها ارجع لها، انما هي الايكويشن دي هنستعملها بكثرة وهنقربها قدام كمان. واضح؟ exponential، العلاقة exponential، اي اس كونستنت بيساوي ايه؟ بس حسبة كده شكلها غريب معقدة، يعني مش نحفظها، بس يهمني في حاجة اسمها A. ايه هي A؟ كروس سكشنال اريا، مقطع في الدايت، كل ما كان المقطع أكبر كل ما كان نقطة التلامس من مساحة التلامس أكبر كل ما كان الكرنت اللي ماشي أكتر، ما الإعاقة هتبقى أقل. واضح؟ فبالتالي الأي اس دي بتتناسب مع الاريا، ودي التشارج، وده حصل ضرب الهولز، ودي الديفيوزيفيتي، وده التركيز بتاع الدونر والاكسبتور. المهم دلوقتي كل ما الاريا هتكبر كل ما الاي اس تكبر. طب ايه بقى ايه اي اس دي حكايتها ايه؟ بص لو انا حطيت دي الفورورد فولتج المحطوط على طرفي الدايت، لو حطيتها نيجاتيف انا بعيق الكرنت، مش كده؟ لو حطيتها نيجاتيف بانفينيتي ماينس انفينيتي الترم ده يبقى بكام؟ اي تو ذا ماينس انفينيتي كام؟ صفر. يبقى لو انا حاطط الفولتج ريفرس كبير
هلاقي قيمه التيار الريفيرس اللي هي بسبب الماينوريتي اللي انا قلت لكم من شويه ده رقم قليل قوي، هتطلع اي اس. لكن لو عملت فورورد بايسنج الاقي ان كل ما بزود الفولتج ده الكرنت بيزيد بنسبه عاليه، ولكن في النهايه كل ما اي اس هتزيد قيمه الكرنت هتزيد عند نفس الفولتج. واضح؟ اسال. اي دي كاركترستكس بتاعت الدايت، علاقة الكرنت بالفولتج. ايه بقى ده كله؟ ده الفولتج الفورورد اللي انا حاطه. بطارية. ايه دي؟ 25 ملي فولت. ايه ده؟ حسبة اهي. كونستنت. اي هي الكرنت اللي ماشي في الدايت. في اسئلة؟ طيب. دلوقتي في ظاهرة اسمها بريك داون. بريك داون ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي انت لو حطيت فولتج اعلى من حد معين على الدايت هيحصل انهيار للدايت، المادة السيمي كوندكتور هتحول الى مادة كوندكتور. فايه اللي هيحصل؟ لو عدد الكاريرز زاد قوي، ماجورتي وماينورتي كل الدنيا زادت مره واحده قوي، هتلاقي التيار بقى عالي جدا. واضح؟ ولو التيار بقى عالي جدا ممكن يحرق الدايت او يحرق الترانزستور. في ظاهره اسمها بريك داون. ايه بقى ظاهره البريك داون؟ اول حاجه اسمها زينر بريك داون. مش انا عندي الدايت بتاعي عباره عن ان وبي جنب بعض؟ تمام؟ لو انا حطيت بسبب الفولتج الاكسترنال اللي انا حاطه اتكون جوه هنا الكتريك فيلد قوي جدا. الالكتريك فيلد ما بين الطرفين دول بيروح جاي على على الالكترونز اللي بتدور حوالين الانويه ويبتدي يخرجها. فمره واحده الاقي عدد الفري كاريرز بقى كبير جدا. هولز والكترونز فيروح ماشي طار عالي جدا. واضح؟ امتى؟ اما الالكتريك فيلد يوصل للنقطه اللي بيخرج الالكترونز من المسارات بتاعتها. ده بيبقى اسمه زينر بريك داون. النقطه الثانيه ده بيحصل 7 فما تحت. عند 5 فولت فما فوق بيحصل ظاهره ثانيه اسمها افالانش. ايوه. لا. بيطلع الالكترونز اللي بتدور بيخرجها من مسارات. ما قلتش ان اتكسر بونز، بس بقول ان في الكترونز خرجت من مسار. واضح؟ الظاهره الثانيه ايه؟ الظاهره الثانيه اسمها افالانش، وممكن تبدا من فوق 5 فولت. الافالانش هو الانهيار الجليدي. عارفين ظاهره الانهيار الجليدي؟ اللي كره الثلج فوق الجبل تروح نازله وهي بتتدحرج عماله تكبر. تمام؟ فهنا ده اللي بيحصل. اما الالكتريك فيلد يوصل لنقطه معينه هو مش هيخرج الالكترونز، الالكتريك فيلد مش هيخرج الالكترونز من مساراتها. باشمهندس ارجع اقعد ورا وانت اطلع قدامي. ايوه واضح. الالكتريك فيلد زاد قوي بس ما خرجش، ما وصلش النقطه اللي خرج فيها الالكترونز من مساراتها. لكن من شدة الالكتريك فيلد الالكترونز اللي بتجري بتكتسب سرعة عالية قوي، فالمومنتم بتاعها بيبقى كبير قوي، بحيث وهي بتجري بتخبط في ذرة تروح مطلعة 2 الكترونز، كل واحد منهم بعد شوية اكتسب طاقة، كل واحد منهم يروح مطلع 2 تانيين، فتلاقي تو ما يخرج لك فري الكترون او بسبب 1 فري الكترون. ما انا عندي فري الكترونز من الاول، اكتسب طاقة يروح مطلع 2، الاثنين يبقى 4، فالدنيا تقيس. واضح؟ فهلاقي ان الكاريرز هتزيد قوي، المادة هتبقى موصلة، طير عالي قوي مشي، ده ممكن يحرق لك الدايت. احنا عادة بنحاول نتجنب، عادة في نوع من الدايت هنبقى
مهتمين انه اعمل بريك داون. ليه؟ يا النجد ماشي. ما هو دوت الظاهرة دي بتحصل جوه الديبليشن ريجن. الديبليشن ريجن ما فيهاش كاريات، فأنا لما بزود الإلكتريك فيلد بروح مطلع الكاريرز من ال، هو ما فيش فيه كاريرز لان الهولز اتسدت، بس انا الالكتريك فيلد من شدته يروح مطلع الكاريرز في الديبليشن ريجون، واضح؟ فبالتالي الدنيا تقيس بقى، مفهوم؟ ونفس الكلام بالنسبه للزينر. طب ما ابتدي يخرج يخرج واحد من الالكترونز مثلا ها ويخبط، تبتدي الدنيا العدد يتضاعف. فالظاهره الظاهره دي بتحصل اساسا في ال، ما هو افتكر حاجه ان الديبليشن ريجن دي هي اللي منع الماجوريتي عكس الماجوريتي، فلو انهارت الماده هتبقى كوندكتور فبيمشي طير عليه قوي. واضح؟ خلاص؟ في ريفرس، وممكن يحصل في الفورورد، اوكي، لكن عاده يعني بيحصل في الاثنين، بس بيحصل في الاثنين. طيب المنطقه دي ممكن يحصل فيها الاثنين مع بعض، ديبليشن كاباسيتنس. لو لقيت لو حاولت احسب العلاقه ما بين لو حاولت اعرف الكاباسيتنس بتاعت الدايد، هو الدايد ليه كاباسيتنس؟ الدايد ليه كاباسيتنس؟ ايه سببها؟ سببها الاتي، مش انت عندك هنا في ديبليشن ريجون والدنيا هنا موجبه وهنا سالبه، فده كاباستور صح؟ موجب وسالب، ده كاباستور، في تشارج هنا متخزنه، وهنا في عندي تشارج، وهنا في عندي تشارج، تشارج موجبه تشارج سالبه، فانا عندي في مخزنين للتشارجز، مخزن بسبب الديبليشن ومخزن بسبب الكرنتس اللي ماشي. واضح اللي بقوله؟ انا هنا في عندي كاباستور، انا مخزن تشارجز هنا، التشارجز دي هتزيد مع الفولتج، كل ما هزود الريفرس فولتج هلاقي المناطق دي اتساعها بيختلف، كل ما هزود الفورورد فولتج الاقي التشارجز اللي هنا بتختلف، صح؟ ها؟ اما ازود الفورورد فولتج مش كارنت هيزيد، يبقى النقطة دي هتبتدي من عالي وتنزل كده، فكمية التشارج اللي هنا هتزيد ودي زيها. ولو زودت الريفرس فولتج بلاقي ان انا عايز انقل كم اكبر من الالكترونز انقله الناحية التانية، فالتشارج هتزيد. لا، لان دي اخر نقطة ملهاش معنى، اوكي؟ فبالتالي انا عندي في نوعين من الكاباسترز جوه الجنكشن بتاعتي جوه الدايت. العلاقه ما بين الفولتج و الشارج شكلها كده ماشي لينير. طب ايه الكاباستنس؟ تفاضل الفولتج مع كاباستنس، هو السلوب تفاضل الشارج مع الفولتج، ده تعريف الكاباستنس. فهتلاقي ان الاسلوب هنا شكل والاسلوب هنا شكل، يبقى انا على حسب الفولتج الريفرس فولتج اللي انا حاطه على الكباستور بحدد قيمه الكباستنس اللي عندي. طب وايه يعني؟ الكلام ده ليه اهميه كبيره جدا في حياتنا كلنا، بنستعرفين كل الديجيتال حاجات الديجيتال اللي بتتحكم بيها دي كلها، ريموت كنترول، كل انواع ريموت كنترول، الحاجات اللي فيها زراير دي كلها قائمه على ان انا اما بتك على زرار، الزرار ده بيروح حاطط فولتج على كاباستور، الفولتج اللي على الكاباستور ده يغير الكاباستنس، اما غير الكاباستنس او روح مغير
الفريكونسي اللي بتعمل ريزونانس. فالفريكونسي اللي طالعه لي من الريموت كنترول بتاعي تختلف، فببعت اشاره ليها تردد مختلف للريسيفر، فالريسيفر يستقبل الاشاره بتاعت ده تردده كذا، يبقى انت عايز تعمل كذا. فكلها قائمه على الفكره. طيب خلصت؟ لا عنده، انا خلصت. عايز يطلع يطلع، عنده اسئله انا تحت امرك. انا خلصت، اللي عايز يطلع يا جماعه. نعم.